أشتغل دواليب وميكانيك دواليب سيارات. وأبوي توفى، هو كان الأول، هو كان يعلمني، وبقى هو توفى، صار عندنا ظروف وإخواني توقفوا، وظليت مستمرة بهالشغل. يعني إخواني يعني موقفين عشان إنه مصروف للبيت وما في حدا. بقى إخواني طلعوا من السجن، هني صاروا يشتغلوا، وإخواني كمان عم يساعدوني، ولهلا عم أشتغل ولسه عدني مستمرة بهالشغل. ميطارات، تاكسي إجرة، فانات، جيبات، هدول بعرفهم. بس السيارات الكبار مثل الهوندايات والقاطرات وهدول أخواني هن يشتغلون. بدي أرجع مشان أتعلم، لأن يعني مو زيادة بعرف، بدي أرجع أتعلم، أشوف أي حدا، إنه مشان أعرف إنه أعتمد على حالي، إنه أشتغل هالشي وأعرف أقرأ وأكتب وأصير إن شاء الله أنسب.